مشكلتنا احنا ما بنحب نغلب حالنا. اذا انت عم بتدور على وظيفه فارجوك دور عن جد، يعني ما تقعد شوفير فرشه وتحكي والله إلي 3 سنين شوفير فرشه مش لاقي شغل. طول ما انت شوفير فرشه ما حتلاقي شغل. قوم تغلب وامسك اللابتوب وامسك التلفون بلش رن على الكل، تدخل عليه بتلاقي 6000 شركه، كل 6000 شركه في لهم رقم التلفون والفاكس والايميل والموقع الالكتروني والموجودين بدوله قطر ورقم التلفون، تحكي معهم وشو عندهم بروجكتس وكم عدد البروجكتس اللي عندهم، صفر ولا ان جوينج ولا كومبليتد ولا كانسل، يعني كل معلومات اللي انت بتدور عليها راح تلاقي موجود على هذا الويب سايت اشياء احكي لك عنها. مرحبا جميعا، يعطيكم العافيه. المرات الماضيه او باخر فيديوهين انا حكيت عن موضوع الشركات اللي عم تترصد عليها مشاريع جديده وعن المشاريع الجديده اللي تكون ترندي كمان في دوله قطر ومين الشركات اللي عم تاخذ مشاريع جديده. حطيت يمكن 10-15 شركه مش متذكر العدد بالضبط، وحطيت يمكن 10 مشاريع ترندي جداد وحطيت لك اسمائهم في دوله قطر. اليوم ححول الموضوع من مشاريع ومن شركات لاصلا وظائف صارت متاحه في دوله قطر. فأنت عم بتدور على شغل في دولة قطر، وإذا أنت موجود في دولة قطر وبتدور على هذا الشغل، أو أنت موجود برا دولة قطر عم تستنى المطارات تفتح في دولة قطر لحتى أنك أنت تحاول أنك تحصل على وظيفة في دولة قطر، فجو أهد وبلش قدم للأشياء اللي راح أحكي لك عنها في هذا الفيديو. أول مجموعة من الوظائف اللي أنا بدي أحكي لك إياها اليوم هي مهندس مدني ومهندس مساحة ورسام خرائط أو رسام أو درافتسمان، خليني أسميها زي ما الكل متعارف عليها بالمواصفات اللي أنت قاعد بتشوفها على السكرين هون. فإذا أنت واحد من هدول أو فيك هاي المواصفات أو شايف حالك كفؤ لهاي الوظيفة أو الواحدة منها، فقدم على هذا الإيميل الموجود تحت حتى أنك أنت تقدر انك انت تحصل اما على الوظيفه او لفرصه انك انت تحصل هاي الوظيفه. الاعلان الثاني اللي بدي احكي لك اياه عن الوظائف الموجوده في دوله قطر انفرل ثاني وانا احكي لك عنه قبل هيك، اللي برضه عم بتشوفه هي هون، عم بحكي لك عن توظيف .edu.gov.qa، هيك اللينك الكامل، ادخلوا عليه وشوفوا شو الوظائف المتاحه للمعلمين. هاي اللينك هيو عم بتشوفه هون هلا عم بضيف لك اياه في هذا المكان، ف روح وقد. الوظيفة اللي بعدها اللي عم تتوفر في دولة قطر في مدرسة انترناشنال زي ما هو موجود في هذا الإعلان، فإذا حدا عم بيشوف انه هو كفؤ لهاي الوظيفة وفي هاي المواصفات فبسرعة قدم. المرة هاي هون عم بنشوف إعلان لوظيفة MEP Engineer لحتى يقدم على وظيفة على الإيميل اللي موجود في هذا الإعلان هي اللي مبين على هاي السكرين، فقدم وروح قدم للوظيفة. وهذا الإعلان عم بحكي لك مطلوب Architect Inspector، لازم يكون عنده بكالوريوس أو Bachelor Degree في الأركيتكتشر وبالمواصفات اللي عم بنشوفها على السكرين، فإذا أنت شايف أنه أنت كفؤ قدم. وفي هذا الإعلان عم بحكي لك أنه مطلوب Architect ومطلوب Interior Designer، فإذا برضو حابب أنك أنت تشوف حظك أو متأكد أنه أنت الكانديديت أو الشخص اللي عم بدوروا عليه، فما في إلك إلا أنك تقدم على هذا الإعلان. وبالنسبة للسلام تكنولوجي، شركة السلام تكنولوجي شركة معروفة بدولة قطر، واي ثينك اي حدا راح يحب انه هو يشتغل في هذه الشركة، هي طالبة كل هدول البوزيشنز اللي عم نشوفهم على السكرين، فاللي بلاقي في حاله واحدة من هذه الكواليفيكيشنز او بلاقي حاله فت لوحدة من هذه الوظائف مش غلط انك انت تحاول تقدم. واللي انا بدي احكيه دائما اني انا بحاول احط كل هاي الفرص قدام الناس لحتى اللي عنده حجة انه هو مش لاقي اعلان وظيفة او مش لاقي شركة يقدم لها على وظيفة او مش عارف وين المشروع اللي يقدم له على وظيفة، روح وقدم، ما بضل عليك الا انك انت تقدم. بس المشكلة انه الناس ما بتحب تتعب حالها، روح وقدم. والاعلان اللي هلا عم بيطلع على السكرين عم بحكي عن واحدة من الجهات اللي كل مهندس في دولة قطر بحب وبتمنى انه يروح يشتغل فيها، قطر بتروليوم، قطر للبترول. عم تطلب مهندس مدني حتى لو الخبرة متواضعة، يعني بحكي لك حتى لو ما عندك خبرة تعال وقدم، احنا رح نعلمك ورح نخليك تشتغل معنا. فأنا بنصح انه اذا انت حابب انك انت تشتغل بهذا المكان اللي كل حدا حابب انه يشتغل عليه، قدم له وان شاء الله تطلع من نصيبك هذه الوظيفة. طيب لهون انا بكون حطيت لك مجموعة من الوظائف اللي انا لميتها او وصلتني او حصلت عليها. بصراحة في واحدة من جروبات المهندسين في دولة قطر لطيفة حبابة، عم بنبعت عليها كثير اشياء تفيد المهندسين، وهذه من واحدة من الجروبات اللي انا اخذت منها اعلانات هاي التوظيف اصلا اللي وصلتني. انا ما حستفيد من اعلانات هاي التوظيف فحبيت اني انا احطها
بين ايديكم. وطبعا مرات بشوف على الفيسبوك، مرات على لينكدين، مرات يعني بكثير اماكن انت ممكن تلاقي اعلانات توظيف. بس مشكلتنا احنا ما بنحب نغلب حالنا. اذا انت عم بتدور على وظيفه فارجوك دور عن جد، يعني ما تقعد شوفير فرشه وتحكي والله إلي 3 سنين شوفير فرشه مش لاقي شغل. طول ما انت شوفير فرشه ما حتلاقي شغل. قوم تغلب وامسك اللابتوب وامسك التلفون بلش رن على الكل. واذا كل هذول ما لقيت لهم او ما لقيت لحالك وظيفه وما قدرت هذول الشركات تلبيك، بحكي لك انا عملت لك ويب سايت اسمه www.jisoby.com. تدخل عليه بتلاقي 6000 شركه. كل 6000 شركه في لهم رقم التلفون والفاكس والايميل والموقع الالكتروني وين موجودين بدوله قطر ورقم التلفون، تحكي معهم وشو عندهم بروجكتس وكم عدد البروجكتس اللي عندهم، صفر ولا انجوينج ولا كومبليتد ولا كانسل، يعني كل معلومات اللي انت بتدور عليها راح تلاقي موجود على هذا الويب سايت. اشياء احكي لك عنها، الاسعار جدا رمزيه. ادخل شوف اذا في شيء بيفيدك خذه، اذا ما في شيء بيفيدك لا تاخذه، لا تغلب حالك. بس انت انوي واشتغل على حالك عن جد. ما بحكي لك تطور مهاراتك، ولا بحكي لك انه انت احسن حدا في العالم ويو كان دو ات، يو كانت دو ات، وانت مش احسن حدا في العالم. بس غلب حالك شوي وحاول توصل لاي مكان ممكن يعطيك الوظيفه اللي انت بتدور عليها اذا عم بتدور على وظيفه، او اشتغل يور اون بزنس. بس ما تضلك قاعد، مشان الله لا تضلك قاعد. من هون لتلاقي عطوفتك وظيفه وتغلب حالك وتشتغل على هذا الموضوع. بحب احكي لكم الله يعطيكم الف عافيه، وبشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. سلام.